ما شد انتباه وسام السعي في الصحافة المكتوبة توت سويت. نبدأ الجريدة التونسية من جريدة الصباح. مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز 20 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول سنة 2025 وتوسيع قاعات المستفيدين. في صفحتها الرابعة رجعت الصباح الموضوع الدروس الخصوصية وقالت للقضاء على الدروس الخصوصية تحجير وعقوبات ردعية والتلويح بالعزل. في جريدة الصحافة عادت الموضوع على الصحة العمومية في تونس وكتبت عن الصحة العمومية وإعادة البناء أمن إنساني وقومي وإرادة سياسية راسخة للنهوض بها. باش نبقاو في موضوع الإصلاحات، وزارة التشغيل تعلن إصلاحات شاملة لدعم التشغيل نحو مراجعات عميقة لبرامج التشغيل. وفي جريدة المغرب قالت في الافتتاحية تونس ورهان الدولة الاجتماعية. وفي جريدة الشروق في صفحتها الثالثة قالت لجنة المالية تعقد سلسلة من الاستماعات حول مشروع قانون المالية. وفي جريدة لوطون رجعت الموضوع الهجرة والتنمية في إفريقيا وقالت لاتونيزي شيرش أمبليكي سا ديسبوغا. في شأن العالمي والصراع في الشرق الأوسط كتبت الشروق المستسلمون العرب يضغطون على المقاومة بأي ثمن تنتهي الحرب في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي. الاحتلال يستعد لضم الضفة ويتوغل في الجولان. وفي صحافة العربية نختم مع جريدة الشرق الأوسط اللي قالت ترامب يتوقع من نتنياهو قرارات جريئة تنهي الحرب. نمشيو لبعض الصحف الفرنسية. لو فيغارو عنوانها الكبير وأكثر يعني الصفحة كاملة مخصصة للوضع الألماني، والعنوان الألماني دولاف تشولتز بلونج دان لا كريز بوليتيك سو بريسيون ابري ليفوندرمون دو سا كواليسيون على تيت دان بيي ا ليكونومي ان بيرن. لو شانسولير سوسيال ديموكرات ا كونفوكي ديز إليكسيون ليجيستاتيف بور لو 23 فيفريي. ودايور ليديتو نتاع لو فيغارو عنوانه لو غاشي ألمان. L'intelligence artificielle va changer la société et prendre les boulots des gens bien plus que l'immigration. هذه نقاش حلو برشا في الصفحة 20 لجريدة لو فيغارو اللي قام به هذا واحد من أكبر وأبرز أساتذة التاريخ والكتاب لي زيكريفان اللي هو يوفال نوا هاراري اللي كتب نيكسوس اون بريف هيستوار دي ريزو دانفورماسيون دو لاج دو بيير ا لانتيليجونس ارتيفيسيل. وهذه الحقيقة لازم تفتح نقاش في الموضوع هذا. دائما في جريدة لو فيغارو سموه ترامب 2.0 لا 7e entreprise ديلون ماسك. يعني ايلون ماسك معروف على المؤسسات الكبيرة متاعو، اي بان المؤسسة السابعة هي ترامب. ونختم ب les échos effet Trump l'euro à son plus bas niveau face au dollar. La devise européenne est passée mardi en fin d'après-midi à moins de 1,06 dollars, son niveau le plus bas depuis le novembre 2023. La monnaie commune est sous pression depuis la victoire du candidat américain.